الباع المتجول للخضر والفواكه تنظم حملات تكسيسيه تحت شعار الله الوطن الملك. ندعو الناس بلدكم بخير بارتداء كمامه التباعد. راه تتعرفوا بان المرض الثالث وكورونا ما تتسانش بها الانسان. حاولوا ديروا مساحات الامان بلدكم بخير. شعارنا الله الوطن الملك. كلنا الله الوطن الملك. الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أولا وقبل كل شيء تنشكر الأعضاء ديال جمعية المستقبل البائع المتجول، وتنشكر ساكنة حي برقولي عمر على التضامن مع جمعية المستقبل البائع المتجولين. احنا كمغاربة وكشعب عندنا غير على البلاد ديالنا وعلى الوطن ديالنا وعلى سيدنا الله يحييهنا. احنا تحت التضامن مع وزارة الصحة ومع التصريحات السامية صاحب الجلالة، احنا ديما تناضلوا ضد الوباء ديال كوفيد 19 لأن كانت مدينة بلاس ما شي شهرين ولا ثلاث شهور ما تسجل فيها حتى شي إصابة، ودابا هادشي كثر علينا بزاف. هادشي علاش كاينين الناس ديال الجمعيات اللي قاموا بحملات تأسيسيه تنوعيو المواطنين، وضروري من المسافه الامام لان هذا المرض هذا انتشر. وكاين بعض شي خوالي تيقول لك هذا المرض هذا ما كاينش، هذا المرض غير لعبه سياسيه، هذا المرض لا راه كاينه عباد الله، هذا المرض راه موجود، هذا المرض راه غير يحتدوز بيناتنا، راه ما يعرفوش بنادم شنو كاين. لهذا نداء جميع المغاربه وكافه الشعب المغربي بان يدير الحذر من هذا المرض هذا، بان راه انتصر علينا بزاف. نتمنى من الله يبعدنا هذا المرض هذا في اقرب وقت ممكن، لان مدينه الناس والمغرب ديالنا كامل راه على راسه واحد الازمه بلا ما نقول لكم شنو كاين الازمه اللي وصلها. لهذا تنتفاداو هنا تتفاداو هذا المرض هذا باي طريقه ان شاء الله بحول الله، باش عباد الله يديروا اللوازم ديالهم ويديروا الكمامات ديالهم. ما ينساوش بان حتى المواطن اللي كيخرج بلا كمامه راه دابا عليه واحد الخطيه ديال 300 درهم، و 300 درهم الا ما خلصها تتقيد له، ولا ما خلصها تتولي له جنايات. بالنسبه لهذا الدعايه اللي غادي نقول للشباب اللي تيقراو الطلبه اللي تيقراو بان راه الا وقع بالمشكل الاول والثاني راه الا بغى يقرب حوش السيره غادي يلقى فيه مشكل، راه حوش السيره غادي يقربوا بنصف وعلى سنه غادي يقرب حوش السيره. لهذا نداء للمغاربه كاملين والشباب والطلبه والبواتنا وبواتنا وخوتنا، احنا كمغاربه وكمسلمين عندنا غيره على المواطنين ديالنا وعندنا غيره على البلاد ديالنا. واللي بغى يتوضع لهم واللي بغى يثيق راه تسمع التصريحات ديال وزير الصحه شنو قال، قال لك اللي مشى حتى لمرض راه غادي يجي في الدار ديالي الدواء. ولهذا عباد الله الله يجازيكم بخير، المرض راه كاين، المرض راه غير لعبه بيناتنا، المرض راه غير شي حاجه خفيفه تدوز بيناتنا. الله يجازيكم بخير، الى ما الكمامه ومسافه الامام وضروري من التعقيم وحفظ الله.